ابعت رسالة لكل الناس اللي بيكتبوا إن شاء الله من غير ما يفصلوها، يكتبوها كده اهو إن شاء كده اهو، محدش يقول بكتب في المصحف، أنا بكتب عشان التعليم. شوفي إن شاء هما بيكتبوها كده، وربنا سبحانه وتعالى وراها لنا كده اهو، إن شاء الله مفصولة إن عن شاء، لكن يوم ما أكتبها إن شاء كده يبقى أنا غيرت المعنى هنا من المشيئة، لكن هنا الكلمة دي إنشاء موصولة كده هوت من الإيه؟ من إنشاء، إنشاء الكباري، إنشاء البيوت. ينفع أقول إن شاء الله؟ إن شاء الله ما ينفعش، بقى أنا أعمل إيه؟ إن شاء الله من مشيئة الله عز وجل. زيها بالظبط كلمة ما شاء الله. معظم الخطأ يكتبوها ازاي؟ يكتبوها ما شاء الله ميم شين على طول، لا مقطوعة مش موصولة اهي، ما شاء الله. يبقى مفيش حد يكتب ان شاء الله على بعضها، ومفيش حد يكتب ما شاء الله على بعضها، لابد ان هي تكون ايه؟ تكون مقطوعة. ادي اهي ما شاء الله، المال لوحدها وشاء لوحدها، وادي ان شاء الله اهي برضو ان لوحدها وايه وشاء لوحدها. يبقى انا هكتب ان شاء الله كده مقطوعة مش هكتبها كده، وهكتب ما شاء الله كده مش هكتبها كده، والمرة الجاية اقول لكم على حاجة تانية جديدة.